السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة القيم والأخلاق مع أدهم أيمن. طبعا أدهم ما ظهرش النهاردة لأن طبعا نايم، فأنا حبيت برضه عملت حاجة سريعة فقلت أوريها لكم كده. احنا دايما بنشتري أكل جاهز وعملنا أكل، طبعا احنا جبناه من عند وفاء وحمدي، فطبعا كان مكلف يعني، فقلت الحمد لله يعني ربنا علينا قديم نعملوا الأكل ده كله. الأكل مكلفنيش حاجة. طبعا انتوا عارفين موسم الشتاء ده موسم الكرنب والبتنجان رخيص في السوق والحاجات دي كلها رخيص. انا طبعا ما عملتش تشكيله محشي كامله. انا كل اللي كان عندي اشتريت بتنجان نص كيلو بتنجان معمش 3 جنيه، وطبعا حبه كرنب كان عندي متشالين في التلاجة، وطبعا بطاطس مقليه و اللهم صل على النبي وكفته. طبعا الاكله دي كلها لو انا اشتريتها من بره مش اقل من 200 جنيه. انتوا عارفين فكروا يعني معايا عملت كلفتني كام؟ كلفتني مثلا يعني ما عملتش كلها 50 جنيه الاكله دي كلها، وطبق محشي كبير وطبق بطاطس مقلي كبير وكذا صباع كفته وبتنجان وفلفل اللي محدش عندي بياكل فلفل، بس انا قلت اعمله لكم شكل يعني. فانتوا رايكم ايه؟ رايكم قولوا لي ايه كده في كده. الواحد لو عاوزين انتوا يعني اشكال اكل والكلام ده كله، وحابين اوريكم حاجات تانية. عندي حاجات كتير ياما اعملها لكم، وخلي بالكم الاكل ده كله اقتصادي يعني مش حاجة مكلفة. فانا قلت ايه اوريكم. هو خلي بالك من غير اللحمة، من غير اللحمة الاكل ده كله مكلفنيش 5 جنيه. يعني طبق المحشي ده موقفش عليا ب5 جنيه، وطبق البتنجان موقفش عليا ب3 جنيه. طبعا البطاطس طبعا انتوا عارفين البطاطس هي ماشي في السوق غاليه اليومين دول، بس طبعا مش هتكلفني مثلا 3 جنيه برضو طبق البطاطس ده. فهي طبعا اللحمه لو غاليه سنه، لكن طبعا في ناس ياما ما بتاكلش لحمه مع المحشي. فانا يعني حبيت اقول لكم لو انتوا مثلا نفسكم في محشي مش شرط تروحوا مطعم ولا اي حاجه، جيبوا كرومبه صغيره مش هتعمل 5 جنيه، مع بتنجان يعني اكله المحشي كلها مش هتعمل 10 جنيه من غير اللحمه. فانتوا شوفوا كده لو عاوزين حاجات تانية اعملها لكم قولولي، وانا عندي افكار كتيرة كتير. بس طبعا لازم اللايك والاشتراك عشان اعرف ان انتوا عاوزين حاجات كتيرة طبعا اعملها لكم، عشان تبقوا متابعيني طبعا وتشجعوني ان انا انزل لكم جديد بجديد. وشوفوا قولولي ايه رأيكم، وانا اكل لكم واقول لكم الطعم ايه. طبعا مفيش حد بيشكر في نفسه الحمد لله، بس انا يعني والله اقول لكم بذمه، وعندي حاجات اكل كتير يعني. الاكل المحشي دي مش هتعمل 10 جنيه، وعندي اكلات تعمل 5 جنيه، وتعمل يعني 4 برام 5 برام كل ده ب5 جنيه، وال3 جنيه وال4 جنيه. لو حابين تشوفوا براماتي بسعر اقتصادي اكتبوا لي في التعليقات، وانا ايه وانا طبعا متابعاكم، وان شاء الله اعمل لكم حاجات كتيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.